الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جوامع الكلم اور آتما چھ ونکس زتوہم جامع الکلم. سو کیا چھو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. یس آخرت پہ ایمان تھوان ربس پہ ایمان تھوان تیل پہ تمس پنس ہمسائے ست حسن سلوک کر. فی هذه السلسلة المباركة من جوامع قلمه صلى الله عليه وسلم، یس ایسی مبارک سلسل چلان چھو جوامع الکلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہند. حدیثنا اتم شاہ سون حدیث هو ما جاء في صحيح مسلم، يذن امام مسلم شنا رحمه الله بني صحيح صندر، من حديث ابي شريح الخزاعي، الراوي شو سيدنا ابو شريح الخزاعي رضي الله عنه قال فرمان قال رسول الله بيان حسكر نبي رحمه صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، يستي الله تعالى پر ایمان اور آخرت کے دوست پر ایمان تھوال، فلیحسن الى جاره تل پر تمس پنس ہمسائے سے حسن سلوک کرو رت سلوک کرو. واذا تعملت في نصوص الكتاب والسنه وجدتها ذاكره بالحس على الاحسان الى الجار في الاقوال والافعال، كل صور الانسان تجدها في كتاب الله تبارك وتعالى وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا تعملت في نصوص الكتاب والسنة، ينسات انت قرآن مجيد كي نصوصا پر آدیت مباركا پر گور کرك، وجدتها طلبك ذاكرة آك اسے نوصو برد، يعني واري تم نصوص واري تم آدیس بالحس يمش پروك چه کران اباران چه على الإحسان إلى الجار كي اس کرو رد سلوك پنس همسائي سي. في الأقوال والأفعال كل صور الإحسان تجدها في كتاب الله، أقوالا أندر يا أفعالا أندر يمكن صورة شاسن حسن سلوك شي تم سوري چيز شامت وضاحت کرنا الله تعالى سيد كتاب مزن وعلى لسان رسوله اور نبي عليه الصلاة والسلام سيد زبان مبارك يعني أحاديث مبارك نمز. فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة النساء، الله تعالى شوانان سورة النساء سندر، وَعْبُدُ اللَّهَ ولا تشركوا به شيئا، الله تعالى سنزي يذكر عبادت اور تصدق مكريو ذرا برابر دي شركوت. وبالوالدين احسان، مولس ما سيد کیا کرو احسان. وبذل قربا بي قرابة دار سيد يعني رشتہ داری مشاسن. واليتامى يتيما والمساقين مسقينا والجار ذل قربا تم همسائي يمتي نزدیک شو بسن. والجار الجنوب تم همسائي امتي دور شو بسان. والصاحب بالجنب اور سوسائتي يس تاي سوچ ها تاي سوچ بيت يا تاي سوچ خڑا سوسائتي نعم. وابن السبيل اور مسافر، وما ملكت ايمانكم بيتهن غلام يلوني وغيرها، ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، يقينا الله تعالى چون پسند کرن تکبر کرن والے تے فخر کرن والے. گوات مت کیا چھ محل شاہد والجار ذل قربا والجار الجنوب تم ہمسائے چاہے تم دور چھ بسن تم ہمسائے چاہے تم نزدیک چھ بسن. فانظر تے وچھو كيف قرن الله تبارك وتعالى الأمر بعبادته والإحسان إلى والدين بالإحسان إلى ذوي القربى والإحسان إلى الجيران. كيف قرن الله كيبور جود الله تعالى الأمر يسمى حكم أيدوت بعبادته بني عبادتك
يعني الله تعالى جود عبادة سيد ها والإحسان إلى والدين مجلس ما سيدين إحسان كارنا سيد كيا جودون بالإحسان إلى ذوي القربى پنن رشتہ دارن سيد إحسان كارون والإحسان إلى الجار اور ہمسائن سيد إحسان كارون گور ربن جود ہمسائن سيد إحسان كارون كمن چیزن سيد مجلس ما سيد إحسان كارون رشتہ دارن سيد رت سلوک كارون اور الله تعالى سن يوت عبادت كارنا سيد ولهذا ترى فكري امي ازمت كتش اما اذا وقفت على سنه النبي وان اجرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فانك تجد عجب العجاب في وصيه بالجار تجسي بر تعجب كي حديث ازمت كتا وصيه عامه خمسه اسمت عليك فهذا عبد الله بن عمرو الحديث شو عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه كما جاء في سنن الترمذي يس امام الترمذي انا رحمه الله تذبح شاة في بيت لاهله اخ تصاوج اي ذبح كارن سيدنا عبد الله بن عمر سن گيل يعني انا ديس ايال اس كتر اي اخ تصاوج ذبح كارن فاذا به يقول امبرس بينس اهل خانس امبرس بينن گركن اهديتم لجارين اليهوديه كيا تاي سوزو امي اندر يهودي همسايه است كا چيز هدي أهديتم لجارنا اليهودي كي أتاي سوزو أميس يهودي همسايس كنشير بطوري هدي يكررها مرارا دبان بار بار دهروي سيدنا عبد الله بن عمر حتى مل أحله من تقرار حتى كي أهن غيرك غيمن تنگ يجهل دهرو أمي كي أميس يهودي همسايس تسوزو أتاي أمزن فقال ورأي بدن فرموك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مش بوزمت الله تعالى رسول عليه الصلاة والسلام بيان كران ما زال جبريل يوسيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه مكر جبريل عليه الصلاة والسلام تيزه وسيط تعقيدي وسيط أمس همسايا متعلقا أهنين حقوق المتعلق حتى ظننت أنه سيورثه مكو قمان كي وما بناونا أم بطن أمس ورث أمس متعلقا وراثت يوتا جاد تعقيد كرمي جبريل عليه السلام والإحسان إلى الجار يؤثر مباشرة في إعمار الديار همسايا سيد إحسان كارون کو پنی گر آباد کرے پنین گرن ترقی دین وفي برکت في الأعمار اور پنین عمرن برکت دین همسايا سيد يوس إحسان کرے يش پنیس گرس مز تے برکت انا يش پنی عمر مز تے برکت انا جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يپڑ آمچ سيدة عائشة سن حديث سندر عند احمد يعني امام احمد بن حنبل رحمه الله انا في مسندي بين كتاب مسند سندر حديث كيا شو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كي رسول الله صلى الله عليه وسلم قر بيان وصله الرحم اور يسي صله الرحم شو رشت جوڑن شو وحسن الخلق برد اخلاق وحسن الجوار اور همساين سيت رد پر پيشون حسن سلوك كارن يو ان ميراني الديار انت چي گرن اندر ترقي انت چي گرن اندر بركه و يزيداني في الاعمار انت چي عمر اندر بركه گو اشمس کوس اشني يسا عمر اندر بركه اشمس کوس اشني يسا گرن اندر بركه تل کي شكرو تل چي همساي سي رتول اتما زاي تري چيزان سي الله رحمي كاري رت اخلاق اور بي همساي سي رتول اور سون مهلي شاهي تر ريليٽيڊ پوائنٹ کي اشو همساي سي رتول و اعظم خصماء يا خصماء يوم القيامة هم الجيران قيامة كدا يمسون مقدمة قد يبيش كرن ساشي همسائن هد همسائن سن فاصل همسائن سن مقدمة يبيش كرن يقول صلى الله عليه وسلم يبقى نبي رحمه صلى الله عليه وسلم بيان كما جاء في حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه عند احمد في مسند اتشان امام احمد بن حنبل رحمه الله بني كتاب مسند ساندر اول خصمين يوم القيامه جارا گنت يا درمیان فاصله کرنے قیامت کے یا یوس مقدمہ پیشی کرنے کا من متعلق ہے ہمسائے متعلق ثم ان حسن الجوار السبيل وسبب رئيس من اسباب دخول الجنه یہ حسن سلوک اور یہ بنی بہترین وقت یہ بنی سبب من اسباب دخول الجنه اکیس انسانس کس مداخل گسنس جنت گو اگر انسان ہمسائن سے حسن سلوک کرے رت سلوک کرے یہ بنیادی سبب اور یہ بہترین وقت انسان جنتس مز داخل گسنس امی دلیل
جاء في حديث أبي هريرة سيدنا أبو هريرة سيدنا سندر رضي الله تعالى عنه عند الحاكم في مستدرك إمام حاكم أنا مستدرك اسمه زن رحمه الله قال فرمان جاء الرجل إلى النبي شخص أخاو نبي رحمة صلى الله عليه وسلم قال أم بات برسون يا رسول الله أي الله تعالى سيدنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دلني على عمل إذا أنا عملت به دخلت الجنة مے کرتو رہنمائی تمہیں عمل ہنس سو عمل کر سی گوز بگسن کتنا داخل ہوئی جنتس منز قال امس فرموک کن محسنن رت سلوک کرن ول بن حسن سلوک کرن ول بن ہاذا هو الجواب ہا قال یا رسول اللہ ام پت پرسن بی کیف اعلم انی محسن مے کت پر تعریف کر کی بش رت سلوک کرن ول قال امس فرموک سل جیرانک تپرس پنن ہمسایہ فإن قالوا إنك محسن أجر تيم وانا تجو خشني سولو كارن مول فأنت محسن كل شو سبيس بدرت سولو كارن مول وإن قالوا أجر تيم وانا إنك مسيئون تشوك بد سولو كارن مول تلي فأنت مسيئون تل شو سب بد سولو كي كارن مول غو غارنتي تا غابه هي كوز دي ترى فكري لهذا شو خمسة يسني شيء ترى فكري كي إي إنسان شارو سولو كارن مول كي نبد سولو كارن مول نعم احسن الجيران عند الله احسنهم لجاري الله تعالى نزديك يساري كوت پسند ديت شو سو کیا شو سو شو يس پنس هم ساي سي رسول اوكي يشو رب است پسند ها كذا جاء في حديث عبد الله ابن عمر يبر عمر چ عبد الله ابن عمر سن حديث سندر رضي الله تعالى عنه عند الترمذي امام الترمذي انا رحمه الله قال فرمان خير الأصحاب عند الله خيره لصاحبه بهترين ساتي گو سو يس پنيس ساتي اس خطر اسي بهتر ها اگر كان چ گاڑی من سفر کرن اتن يم دن سوار چ يم تي ساتي پانس اگر كون جي چ كون مجلس من بيت اتن يم دن يم چ ات بيت يم تي چ پان وين يا كون جي چ کولیگ كون جي چ سٹوڈنٹ كون جي چ استاد يم چ کام کرا ایک سی جاي يم کیا مانو کمپینینوس گو انسان سن بہترین کمپینین کی پر طرف فکری یا سے پنن کمپینین سے بہتر اس بہتری تر اتنی فکری و خیر الجیران عند الله خیر خیرهم لجاری اور بہترین ہمسائے گو سو اس پنن ہمسائے خاطر بہتر اس بل بلکہ قال صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام كما جاء في صحيح مسلم والذي نفسي بيده قسم تمس پروردگار سن يم سند دست مبارك اسم من جاني مبارك لا يؤمن احدكم تاي اندر شنتو تايم كا كامل مؤمن حتى يحب لي جاري يذ قال لي پنس هم سايس محبت اس كر او قال يا فرموك لاخي پنس بو يسيد ما يحب لنفسي كيا شو كارو پسند يس پني خطر پسند اس كر تاس كر پنس بو يس خطر تي يس پني خطر اس پسند كر تاس كر پنس هم سايس خطر تي كوتا شي ضرورت اس من كر سمن چيز نيس آئے کا سمجھے اور خاص کر ییمہ سات ہمسا چھسان رشتہ دار تھی تمہ سے چھ صلہ رحمی ہون تہ معاملہ تمہ سے چھ ہمسائگی ہون تہ معاملہ اور یم رشتہ کتہ کمزور ونکینس گمت ہمسائگی مز کوتا چھ اس مسائل ونکینس ہمسائگی مز کوچ ونکینس مشکلات اس کھڑا اور کس ہمسائی دی گارنٹی کہ واقعی مے سے چھ یس ہمسا چھ شروط لہذا چھ سائن خطری لمحی فکری فیضا رزقت بجار صالح دبا اگر چه رب العالمین چی روت ہمسائی کرمت آتا یحسن الیک ها یس چا سیتن روت سلوک کران فعلم تل زان انک قد حزت ربع السعادت چشی خوش بختی مزن چوریم حس میلیمت یعنی اگر خوش بختی ہن چنا چور حس چکتیم حس شی میلیمت اک بٹا چور نعم ربع السعادت چوریم حس تجد ها فی جاری صالح اگر چشی روت ہمسائی وهذا هو قول النبي اسی نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان قال کیا فرموک كما جاء في حديث سعد بن ابي وقاص اذن سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه سن سيد ستندر او ان ابن حبان في صحيحه ابن حبان انا پنی صحیح سندر قال کہ بیان کر نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من السعاده چور چیز چھ آسان خوش بختی چور چیز چھ انسان سن سعادت المرأة صالحة امس خاندار ملي رت امس صالح گھر واجن ملي والمسكن واسع امس کشاد مکان ملي
والجار صالح يمس رود حمساي ميلو والمركب الحنيء اور يمس آرام دي صبر ميلي گو خوش باقتی چھ کژن چیزن ما دنیاوی چورن چیزن ما رت گرواجے وشی مکان رت ہمسائے ا آرام دے سوال اسمن ہر کا چھ 55% گو ایمس رس خاندار میلے ایمس میلے 55% سعادت 55% خوش باقتی یہ میں سوئی مکان تی واش آش بڑ مکان آشس تیر گئی 50% اگر رت ہمسائے آوس تیر گئی 75% اگر سوار تیش ربن عطا کرمو تیل کزوی حد پرسو اچھا نیود کری سی شکران اچھا قال بیگے فرمو و اربع من الشقاوت اگر ہم چور چیز چینا سعادت اچ ہا خوش بختی ہند علامت بد بختی ہند چھ کچ علامت چور چیز نمبر اک الجار سو امس ہمسایہ اچ بدتری گئی 50% بد بختی والمرأة سو امس خاندانی تیسی آمد غلط امن رز آسی گھر واجن گیس 50% والمسکن زیق امس مکان آس تنگ گیس 75% والمرکب سو امس سوار تیس خراب امس ہاتھ کی ہاتھ پرسنٹ بد بختی فَإِذَا رُزِكَ الْعَبْدُ بِجَارٍ صَالِحٍ بس امس اللہ تعالیٰ رود ہمسائی کر آتا فَقَدْ حَاضَ السَّعَادَ امس گی خوش بختی ہوئی سی وَإِذَا رُزِكَ الْعَبْدُ بِجَارٍ سَعِيرٍ امس وین بد بخت یا خراب یا ہمسائے کور ہمسائے آو فإنه قد وقع عليه ربع شقاوة یہ بد بختی ہندس ژورمس حصس مز اخ بٹا ژور بد بختی امس امچی بعد حاج المقدمہ تی حقوق الجار على الجاری کثیرۃ یہ سوری مقدمہ تو اصل شی ذکر کریں ہمسائے سند حقوق ہمسائے اس پہ ولیکن اذکر ببعضها مگر بکر تم کی سری ہیک نہ کرت یہ قریب قریب شیس ست کران ذکر اخ بوزو آز باقی بوزو آئندہ درس من ان شاء اللہ الحق الاول ہمسائس کیا حق ہمسائس متعلق الاحسان الیہ بکل صور الاحسان حسن سلوک یہ تی صورت چھن تم ساری صورت کرنی تم ساری حسن سلوک طریق کریں بالقول چاہے لفظی طور حسن سلوک الفاظ من نرم الفاظ طور و بالعمل عملی طور و بحسن زان حتیٰ کہ رت گمان تہ حسن سلوک رد گمان تھو ہمسائس متعلق کل صورت من صور الاحسان ہی من حق الجار علی پریت کان شکل اس احسان شکل چھ سو چھ حق آسان اس پیٹن ہمسائے سنز وجاری کما یقول اہل العلم دبا ہمسائے کس گو علماء چھ کران بیان جار کا ہوا البیت الاربعون من حولک چھ گئی ہمسائے پریت کن طرف چت جی مکان چوٹ آس کس وزد سون تھا مینہ چت جی مکان کن فاربعون بیتا من ہونا دشن تی گئی چت جی واربعون بيتا من هنا كورت گئی سجی فمن كل جهه 40 بيتا پس کوین طرف گئی سجی نظرات اي قسم لهذا شي مين حق تاي تاي تو انت شي حق هؤلاء كلهم لهم حقوق الجار يمن صار نيچ پانو كم من حق همسايه هي حق والإحسان إليه جاءت في أدلة كثيرة دبا وارهن دليل اندر چو كثرت سان چي تيم دلائل يمن من يمن همساين سيت احسانو چ ذکر على رأسها دما سر فيرست كوش حديث هنا يه حديث يوسف آر دي كلام شو توبيك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فل يحسن إلى جاري يستي الله تعالى تو آخر جد دوس بس إيمان ثوان شو كريم رد سلوك بني سامسايا سوي وجاء أيضا في حديث أبي قراد السلمي إذا بس رواية سندر أمد أبو كراد السلمي كان بيان رضي الله تعالى عنه عند طبراني في معجمه اوسط اذا امام طبراني صاحبن كتاب چ تتكيش نام معجم الاوسط قال كيا فرمان حديث دعا رسول الله پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلو تے منگنو بتہورن اب تایس پر کیش زبر ال زبر ایتل کیش مراد اسا اب اگر پی اش اسی تل کو وضو لی یتوضع تاکہ تم کیا کرن وضو فلما فرغ من وضوئه ابتدار صحابته يلما پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام وضو مکلو صحابہ دوری ما فضل من الماء يتبركون به یہ مطلب اشرٹو یہ اب اس بچو نا پیغمبر صاحب اس ان پٹن کرو اس پنی خطر برکت حاصل پنی خطر کرو برکت حاصل و یمسحون به علی اجسادهم ان پتن مولی ما پنی جسم مبارک صحابہ ف
فقال صلى الله عليه وسلم إيماني البيغم صبح يلي وش عمل كانان تم كهون ما حملكم على ما صنعتم تيكم چيزن کرنا يوية تيكا چو ميواني آب كانا استعمال پاچو جسم سمتان قالوا حب الله ورسول أشياء الله تعالى سن محبت رسول عليه الصلاة والسلام سن محبت قال صلى الله عليه وسلم كيا فرمو البيغم صبح فإن أحببتم مشو ساري يوية نيدو يمهر كنتي تمن دبي سوري وشي يقول فإن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله أجر تي يسانچو كي تكري الله تعالى سيد محبت تمشي الرسول عليه الصلاة والسلام سيد محبت فأدو إذا أوتم أوتم ينتم أجر تي أمانة شام الدين سو أمانة تشي واپس كران رب سيد محبت الرسول سيد محبت علامة كاشي يم تي أمانة دتو تمشي كري أمانة واپس وصدقوا إذا حدثتم اور یل تی کت اچو کنا سچو کنا پزرچ کت واحسنوا جوار من جاوركم اور یست ہمسای چو تم سیت کیا کریو رسول گو یچ محبت اچ علام فتنالوا محبت الله ورسوله اش کی پڑ گس لگی پتا اش اللہ تعالی سود محبت رسول سود محبت یا اللہ تعالی تا رسول چ کرا اش دل محبت ای گس حاصل بالاحسان الیہ فی کل شیء یم سات پنی ہمسای سی پرت کن طریق احسان کرو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.